الشمس أو ظلها. كريمة؟ عوجت عليك؟ تعبتك معايا؟ تعبتني؟ ده انا لو مت دلوك ابقى خدت من الدنيا كل اللي اتمنيته واكتر. ده انا ما كنتش احلم افضل جنبك ساعة واحدة بس. انت خدتي ايه من ورايا غير غير الفرحة والسعادة والهنا كله يا سيدنا؟ اقعد انا اوكلك. كان نفسي اطبخ لك بيدي بس المطرح ما فيهوش بابور جاز. ده انا كل الخلق بتحلف بواكلي. طب ده حتى الحاجه كانت بتتجنن لما الحاج يقول لها خلي شربات هي اللي تطبخ. تعرف انا نفسي اطبخ لك ايه؟ ويك دي هتعجبك قوي. تتجوزيني تتجوزيني يا شربات. العريس حسن عبد العزيز ابراهيم، العروس شربات سيد احمد. اسمك حسن؟ اقول لك يا حسن. تعال عندي يا حسن. تعال عندي يا شربات. حاضر انا حاضر. الف مبروك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. ايه هو ما لقيش عندك دكان ينفع ابيع فيه الطير؟ مقبول. بس ما يكونش بعيد عن السوق. حاضر مقبول. بالمرة اشوف لي مطرح اسكن فيه. وعليكم السلام. اخذت عليكي كثير كثير. كنت في السوق. بسم الله على الله يعجبك. تسلم يدك. فرحانه؟ فرحانه قوي قوي. دايما حسن. يا عيون حسن انا خايفه. خايفة من ايه؟ خايفة للبشمهندس حسن ينسى شربات الغلبانة. انت اللي رجعتي حسن وحيتيه من تاني. انا كنت دفنته من سنين. كنت عارف اني مش هشوفه تاني ولا هعيش تاني ولا هحب تاني. انا كنت بشوف كريمة فيكي. ما تزعليش، كريمة كانت غالية وانت كمان غالي. قبلك كنت بعد الايام والثواني عشان ربنا يرضى علي وياخذني. بعد الشر عليك. ربنا مد في عمري عشانك وعشان اكبر رضاه
وحكمته وعشان أسبح بحمده ورحمته وعشان في كل صلاة أطلب غفران وأقول له سامحني يا رب سامحني يا كريم سامحني يا كريم. يعني ايه مش لاقيينه؟ ده زي ما يكون فص ملح وداب يا باشا. والبيت الخدامة؟ لفينا عليها البلاد اللي حوالينا كلها، تقول لي شقت الأرض وبلعتها يا باشا؟ معلش، دي غلطتي أنا. أنا اللي كنت فاكر إنه ورايا رجالة، لكن يظهر إن مفيش فايدة. إسماعيل! رضوان! قامك يا باشا! أنا بقى هعرف أجيبهم إزاي يا تنبلة. فرحانة؟ أنا ما مصدقاش إنك اتجوزتني. ليه ما مصدقاش؟ عشان كنت كل ما أجرب منك تهرب مني. ليه؟ كنت خايف عليك. خايف عليا؟ من إيه؟ يعني أنا أكبر منك أنت صغيرة وأنا راجل كبير يعني. ودلوك صغرت؟ عشان اتجوزتك. قل لي يا حسن، انت اتجوزتني عشان بتحبني ولا صعبت عليك من اللي عملته معاك؟ رد جميل يعني. سدي واحكي لي انت. نعم. ليه كنت بتبص علي من خرم الباب عند العمدة؟ وليه عينك ما فرجتنيش مطرح ما روحي؟ اقول لك وما تقولش علي عبيطة؟ قولي قولي. أول ما شفتك لقيتك مارد طاير، روحي كانت هتروح مني. قلت لعقلي لا يكون ركبني بسم الله الرحمن الرحيم بجد. أنا بسم الله الرحمن الرحيم بجد؟ لا والله ما أقصد. طب والنبي أنت عسل؟ عسل. كنت كل ما تروح حتة ألاقي قلبي عمال يخبط يخبط وقلبي بيطير. قلبك طار؟ ما مصدقنيش، هتتمجلت علي. لا وانا اقدر؟ طب والله العظيم قلبي كان عمال يخبط. طب وساعد برعي ليه ما خفتيش من النار الجايده؟ ما حسيتش بروحي، لقيتني وسط النار وبشدك. النار ما تحرقش مؤمن يا شربات. ده انت اللي شربات. بقول لك ايه، ما تجي ندخل جوه، انت لقيك تعبت من الوقفه. ما احنا قاعدين هنا. قصدي يعني تدخل جوه تريح ظهرك تفرد جتتك. تعالي. تعرف انا طول عمري ما حسيتش بالدفى زي دلوك. انت هتفضلي طول عمرك دفيانه بقلبك اللي ربنا منورهولك ولانك راضيه بنصيبك اللي ربنا قسمهولك. يا هبلة، حد يبقى معاه شنطة مليانة فلوس ويقول ما عاوزهاش؟ أنا ما عاوزاش من الدنيا غيرك، أنت عندي بكل كنوز الدنيا. هتفضلي غنية بقلبك الأبيض. قلبي أبيض عشان أنا بيضة. وأنت بيضة؟ أمال أنا إيه؟ أنت حمر. 70 جنيه غالي يا حاج. الغالي تمنه فين؟ يلا هات 68 جنيه. الله يبارك لك يا حاج. ذكر بط متزغط تمام وما فيش هرمون. الله يعطيك الصحة يا حاج والحمد. هتطلع منه سليقة بالهنا والشفا. تشكرين يا حاج، الله يعطيك العافية. السلام عليكم. تعيشي، مع السلامة.
الو. ايوه يا حسن، عوجت ليه؟ عوجت؟ لسه بدري. وانا كمان اتوحشتك. قولي لي عايزه ايه وانا راجع. نفسي في جنديل دوره مشوي. حاضر، الباقي ليك. اتفضل القنديل المشوي. تسلم اليد اللي شان. حلو، عسل. لو طلبت مني مال قارون كنت غطست وجبتهولي، مع اني ما بعرفش اعوم. القنديل ده عندي اغلى من كنوز الدنيا كلها. بعد ما قفلت معاكي قلت قنديل مشوي؟ قنديل مشوي؟ ليه؟ انت كنت بتتوحم؟ يا ريت، ده انا ليل نهار بدعي ربنا انه يحصل. كله بإرادته، محدش عارف مكتوب لنا ايه. عيب القنديل ده بيلزق بين السنان. تعرف يا حسن، أنا ما شفتش جوزي غير ليلة الدخلة، لقيته شكله عفش قوي وعينيه زي عينين الديب. أول ما جه يجرب مني قطعت وشه بتفرتي وقعدت أصرخ أصرخ زي المدبوبة. راح مسكني وقعد يضرب فيا ويضرب لحد ما روحي راحت. من ساعتها سكتلهم في الدباب، عملت إنه بسم الله الرحمن الرحيم، ركبني اللجوة مني، كان طلقني وهج. قلت لي ان عيالك ماتوا. عبد الله، عبد الرحمن، شيماء، امه كريمه. شفت النار جايده في البيت، جريت ما قدرتش عليها. ماتوا كلهم، ما قدرتش اعمل لهم حاجه. عند ربهم يا اخويا، ادعي لهم ان ربنا يرحمهم. ربنا يرحمهم. حسن، انا بحبك قوي قوي. وليه البكيه دي لك؟ عشان فرحانه قوي، الدنيا كلها ما سايعنيش. انا دلوك بس حسيت قد ايه انا غاليه عندك. دلوك بس؟ دلوك بس ندمت انك حكيت لي. لا، زي ما اكون لسه دفنهم بيدي دلوك. كان نفسي يفضلوا معايا عشان ندفن سوا. استغفر الله، ليه خليتيني احكي؟ عشان عايزك تفضفض. قلبي بيتقطع لما بلاقيك سرحان والهم مليك. قلبك معبي وقافل على الحزن بابك ومعايزش تقول. واديني قلت. الو، ازاي حضرتك يا قلبي؟ لسه نايم. لا لا لا، انا صحيت خلاص.
لقيتوا الشيخ خلف؟ فين؟ مساء الخير. شطبنا. معقولة كده يا خلف؟ خلف مين يا ست هانا؟ سيبنا لوحدينا يا مرسي. حاضر يا حاج. اشرب يا ست هانا. ساقع ولا سخن؟ امشي يا مرسي. حاضر يا حاج. أهون عليك تسيبني كده من غير ما تسأل بتعملي إيه يا مراتي؟ وانا مش مراتك وليا حق عليك؟ يعني اعرف ان انت اتجوزت حقك. انا ما كنتش هعترض، بس انا كمان ليا حق عليك. يعني تتجوزني اسبوع وانا مش داريانه بنفسي بذمتك؟ مش ده ظلم؟ مفيش فايده. الشيطان طلع من جدتك وركب عدلك. يا بنت الناس روحي لحالك. انت السبب، انت اللي خليتني احبك. انا بحبك بجد يا خلف. انا ما اقدرش اعيش من غيرك. خلف. لا لا خلف. زعلان 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 كده برضك يا راجل تغيب عن حبايبك المده دي كلها. مدام وحشتك. عايز تشوفها؟ طيب انت تقدر تنزل دلوقتي، هتلاقي عربيه مستنياك قدام البيت وهتلاقيني انا كمان مستنيك فيها. بنفسي بسرعه يا بادي. باي.
ايدي. يلا يلا يا دادي. ايه الحلاوة دي؟ دادي اوعى تكون زعلان مني، لو في حد له حق انه يزعل يبقى انا. اسمع يا ابو جردان، انت مرتي ترجع بيتها قبل اي شيء. ايه العسل ده؟ دادي تفضل يا دادي. تفضل يا دادي. يا بركة يا قمر يا أهلا وسهلا. أنا عايزك ترتاح وما تفكرش في أي حاجة خالص، وبكرة هيكون لنا كلام مع بعض. معاك مزتين أهم بألف هنا، وتحت أمرك في كل اللي تطلبه. بس أنت يلا بقى شد حيلك، عندك التليفون اللي هناك دوت، تتصل في أي وقت وتطلب اللي أنت عايزه، كله تحت أمرك. تخلوا بالكم منه وتحطوه في عينيكم. ده دادي. بالنسبة للمدام، أنا عايزك تطمن، هي في أمان الأمان. تصبح على خير يا دادي يا عسل. Yeah.
حسن طيب وبيحبك. سيجي عليك حبيبك المصطفى تنجيه يا رب. مصدقاش انك اتجوزت. ليه ما مصدقاش؟ عشان كنت كل ما اجرب منك تهرب مني. ليه؟ كنت خايف عليك. خايف عليا؟ من ايه؟ ما تاكلي. حاضر. ما تاكلي. ما انا باكل اهو. بعدين؟ خلاص هاكل. هتفضلي قاعدة بصالي على طول؟ عاوزة يبقى شبهك. ايه؟ انت حبلة؟ من خشمك لباب السماء نفسي فؤاد ويبقى شبهك. وانا نفسي كل اللي ربعت ربنا خير. كن بصراحة ما بيعجليش ولد. Thank you.
ساعات اللي جايلنا وساعات تنزعنا